اي انت غير تسمع هكذا يقول لك هذاك الشيعة. الشيعة علاش الشيعة؟ علاش الشيعة مساكين؟ علاش؟ شا داروا الشيعة بوندون 14 قرن؟ شا داروا؟ ياك هما عاشوا مضطهدين وكلش اون جينيرال. دروك من العالم تفتح ويزون لا شونس بيان سور بداو يهضروا هما تاني. هما راهم يعبروا على الايمان تاعهم لي كرويونس تاعهم كيفاش يامنوا. وانا روماركيت كيما تروماركيوها واحد كيكون منصف يكون عادل، لا ماجوريتي تاع علماء تاع الشيعة ولا الشيعة اون جينيرال اي سون بوزي، يعرفوا يهضروا كان. شوف غير العلماء تاعهم كي يخطبوا صح ولا لا، روحوا شوفوا في يوتيوب. حكم هذوك العلماء زعما تاع زعما سوا ديزون سنة زعما سلف صالح، تلقاهم غير العياط وجوههم هكا. السنة والشيعة تلقاهم سي دي جون مساكين، سي دي جون عندهم اعتقاد، خلوهم يعيشوا. كش ما داروا ما كش ما ظلموا على واحد ولا تو تصدم عليه تولي تقتل. تي نو بو با بروفي، تي نو بوغا جامي افوار ريزون في لو ديبا تاع بلي صح كاين صحابة خرجوا الطريق وصح صحابة كاين اللي فيهم اللي كانوا اللي فيهم منافقين وكاين اللي فيهم كفروا وكاين اللي فيهم قتلوا الأبرياء وكاين اللي سرقوا وصح كاين فيهم صحابة صادقين صالحين كيما نقولوا حنايا خيرين طيبين مهتدين تابعين ما بدلوا تبديلا كيما نقولوا. كاين صح بيان سور، هذه ما تقدرش تبدلها. صدير كاين صح باسكو علاش غير اكزومبل لارغيمون تاع هذه الشيعه سنه سي كوا؟ ماشي شيعه سنه، ماشي كاع شيعه سنه. دروك الرب العالي انا حاجه اللي ما فهمتهاش، اي واحد ولا اي واحد يهضر لهم حاجه زعما كي شغل صح كاين منها، اي واحد يقول لهم صح يقولوا له انت شيعه. انا سي بور سا وليت نميل للشيعه والله. انا كيفاش وليت انتريسي او ديبار؟ باسكو لقيت بلي الشيعه دي فوا يقولوا حوايج زعما غي باسكو هما شيعه الناس يولوا كونتر عليهم. اي من بعد مع الوقت وليت نشوف دي فوا الناس كاع ماشي شيعه، واحد كاع مجوس زعما اللي انت تكرهها يقول لك هذوك يسب لنا مواتنا على بالك الام، حنا عندنا الام. واحد كي يخرب لك في امك صاي تقدر تقتل. هذوك يسبوا لنا مواتنا ويسبوا اصحاب رسول الله وكل شيء. هي نورمالمون سب، شكون سب؟ نورمالمون واحد ما يسبش، ماشي غير صحاب رسول. علاش تغيدكم من يسبوا زعما سوا ديزون يسبوا صحابي وما تغيدكمش كي يسبوا نيمبورتو كي؟ نورمالمون واحد ما يسب حتى واحد. تو كريتيك وي، سي تو كريتيك وي. كاين ناس اللي يسبوا، حنا ما نسبوش في الجيري؟ ما نسبوش؟ انت جامي شفت الجيري يسب واحد؟ ياك حنا الليل ونهار حنا نسبوا في بعضنا بعض. انا نبغي علي علي بن مصور العجائب غالب كل غالب علي بن ابي طالب اللي كان عنده 7 سنين صلى مع رسول الله. قال له جبت لنا بز يهضر معانا وقف سيدنا علي صلى 7 سنين في عمره. لا تعرف ابو عرفه فلسطيني؟ ابو عرفه ما نعرفه. ما نعرفه. انا نعرف محمد الباقر المشكل تاع البريطانيين تاع جعفر الصادق. عرفت جعفر الصادق اللي قراهم كاع المدينه. المشكل تاع البريطاني تاعك اللي قلت لها عليه. فاطمه الصفراء. بس اسمعني ما نسمح لك. اسكت. صح. شش. صح اش. انا نعرف فاطمه الزهراء. اي بالله اقول لك. تعرف فاطمه الزهراء انت؟ فاطمه الزهراء حب رسول الله يقول لها. عائشه تعرفها عائشه؟ ما نعرفهاش. رضي الله عنها. ما نعرفهاش. ما تعرفش عائشه؟ ما نعرفهاش. ابا بكر. حرمة رسول الله ما نقدرش عليها. ابا بكر. عيب. أبا بكر. أبو بكر الصديق. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم خوتي. بون هذا الفيديو على عجالة غير باش نتكلموا على هاد الهايشة كما كنتو تشوفوه. مانوك معروف معروف عند الفئة الشبابية في الانترنت، يديروا به لي فيديو لي ميمز تما معروف غاية. والسبب اللي استدعانا باش نحضروا منه ان قناة تلفزيونية جابته عطاته ينشط حصة في التلفزيون، يعني
غير باش يديروا الباز. هادو قنوات العهر والكندوير غير باش يديروا الباز، جابوه باش يعطوه عطاوه حصة تلفزيونية ينشطها. والمشكلة ماشي كيم مشكلة في التحضير منه وكاع، ماشي لخات شوية طياح وخامج وكاع، حنا كاع الشعب الجزائري كاع خامج كاع في لسانه كندوير إلا من رحم ربي. المشكلة أن هاد السيد شيعي زنديق باطني كما راكم تشوفوا، كما شفتوا في الفيديو وكما راكم تشوفوا في الصور تاع العطرة الطاهرة والسلام على الصادقين وأهل البيت وكاع، راك فاهم. كما عنده في واحد الفيديو تاني كاتب لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار، زعما قشور شيعي باين، زعما اللي يعرفوا الأقوال تاع المذاهب والأهل البدع يعرفوا باللي شيعي. المشكلة راهي هنا، أنك كي تجيب هاد البنادم نتايا تجيبه تحطه في حصة تلفزيونية بلا ما تعرف الخلفية العقدية تاعه، أي تقدمه للناس، هذه هي المشكلة. والخطر الأكبر والله والله متمكن الخطر، أنه الناس كي تألف وجه وتوالفه وزعمه وهذاك الوجه يضحكهم وكاع، ما غير شغل وجهه زعما بلا ما نعيب على خلق ربي، يجيك شغل كيما الطرقان تاع الجزائر محفور فيه لي دودان وكاع، كي تألفه كشغل يقضي يسربي لهم معلومة يتقبلوها بكل سلاسة زعما نورمال على الطائر هكا، غير يقول لهم حاجة او هذا مدار يضحكنا وكاع، كشغل في العقل الباطني تاع تفوت نورمال باب محلول تفوت المعلومة، هذا هو الخاطر راك فاهم. هذا هو السبب تاع التحذير تاعنا منه. وزيد عنده طامون بزاف كشغل اللي خطره في واحد الفيديو قاعد يقول لهم زعما ما كان لها تشرو اضحيه وحنا جزائريين غير تاع ماكله وخرا كيما قال، وحاشاكم زعما في بلاصه ما تشرو كباش لا يمو دراهم عاونوا بهم مساكين مش قاش تحجوا، راك فاهم. كشغل بدا يطعن في شرائع الاسلام، وفي فيديو واحد اخر يطعن في القران يقول لك محرف ويطعن في الصحابه. تما هذا انت كي تجيبه تقدمه في حصه، زيد زيد هذا انا نسكن في سان بيير وسيدي يسكن في كافينياك، وما نفوت على هذيك الحومه نلقاه طايح خابط مقلي مقلي في الارض، وكل خطره سبحان الله وما نفوت نسمعه يسب في شيخ الاسلام بن تيميه ولا يسب في يسب في السلفيين ولا يسب زعما في في الاكستري تاع السنه، يكره السنه حاجه اللي حاجه اللي تمثل السنه بقوه يكرهها هو. ثم انت هذا كي تجيبه في حصه تلفزيون زعما شغل نيفو طايح بزاف، راك شايف المستوى المنحط وين اللي وصلنا له. المهم هذا هو كان سبب التحذير تاعنا، يعني لا خير في قوم لا يتناصحون ولا يقبلون النصيحة، ومش قاش غادي على بالي بلي كاين غادي يتعاطفوا معاه ويجيو يهبلوني في لي كومونتير ومنا ولها في روحك ودع الخلق للخالق، ولا جيت راجل هدر في العصابة ومنا وهذاك الهدرة تاع الشكيل.